معكم أيمن جليل، عمري 10 سنوات، من الجزائر العاصمة. أحفظ القرآن الكريم كاملاً برواية ورش النافع. استغرقت في حفظ القرآن الكريم 5 سنوات. بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا صغير جداً، فكانت أمي تحفظني صباحاً وتراجع لي في المساء والليل، فكنت أحفظ كل يوم حسب مقدوري. تعلم القرآن وهو صغير، ثبته كان مريض من عينه. آية قالوا لنا ثبتها القراية، هذا الإنسان يقرأ ما يخدمش، ما يقدرش يخدم وحال. تفاهمنا أنا والأم نتاعو، أنا والزوجة، قلنا هذا نقروه. قلت للزوجة أنت في الدار وأنا برا، وكما كان الحال التوفيق منها عند الله عز وجل. أبدت الأم نتاعو بالصورة بقصص الصور، بالعقل بالعقل بالعقل. في الدار كان حافظ ربع حساب. ومن بعد هذيك شفنا له شيخ، بدا يقرا شويه، دخلنا له واحد الجمعيه يقرا شويه. يوم بعد هذيك دينا على المسجد بالعقل بالعقل. من بعد جات الضربه تاع الكوفيد، تسمى تعطل شويه ولا ما يقراش عند الاستاذ، ولا ديما شد له في الدار. وصلت له حتى ل 27 حزب، والحمد لله دوك هذيك بالعقل بالعقل حتى ختم كلام ربي سبحانه وتعالى. كانت أمي تحفظني، كانت تقرأ لي الآية وأنا أعيد وراءها حتى أحفظ الآية، فكنت أحفظ من المصحف. هي ما كان والو، دوك تحب تعلم الابن نتاعك تبدا من الصغر، خاطرش الابن إلا فات كبر سيبه ما تقدرلوش. الابن من الصغر اسكو في القراية ولا في القرآن ولا في أي ميدان، الطفل تطلع معاه من الصغر. كي يكون صغير تدخلوا القرآن في راسه يرفدوا، كي تدخلوا القراية تاع المدرسة في راسه يرفدها، كي تدخلوا الفوتبال يرفدوا اي حاجه. وشنو انت شوف له طريق صحيحه، ما كاش كيما طريق ربي سبحانه وتعالى. الطريق الصحيحه هي الصح. انا لم اجد صعوبات في حفظ القران الكريم الا في مرحله التثبيت. في مرحله التثبيت عندما كنت اراجع الصور كانت لي صعوبه في تثبيت الصوره. الان تحسنت وتمكنت من قراءه الصور بدون مراجعه او بدون مصحف. الصورة القريبة إلى قلبي هي صورة البقرة، لأن فيها آية الكرسي، وأنا عندما أقرأها أجد راحتي فيها. الحمد لله أنا وفقني الله عز وجل ولم أجد صعوبات كبيرة في حفظ القرآن، لأن القرآن سهل. لكن لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم يجب أن يحبه حتى يتمكن من حفظه. بعد ما أبا استشفى وبعد المرض تاعو الحمد لله يا ربي اتحسن وتابع كلام ربي وتابع القرآن، حتى لقيتو شغل كي عاود ديتو لا كونترول للدرني فوا، قلت له ودي احفظ 60 وراه صلى بهم تراويح وجاب عمره. شغل قالت لي ما شاء الله، ما امنتش باللي هذا اللي كان انا هو عنده لاميوبي تسمى 4/10 ما كاش كاع عيتين. والحمد لله الفضل تاع ربي، رياح وحفظ كلام ربي ان شاء الله. قلت له عطيت له الوسائل كاع عيتين والقدره تاعي كاع راهي عنده. قلت له نديك ونجيبك نشقى عليك الطرف الدنيا. وشنو قرآن كلام ربي ما تحبسوش، ودائما المراجعة والتجويد والحفظ ومقامات، يعني وين نلقى شيخ شباب نديه بلا عجز بلا. أنصح من في سني بحفظ كتاب الله عز وجل، لأنه طريق النجاح والفوز في الدنيا والآخرة، والحافظ تجده دائما محبوبا عند الله والناس. أنا ختمت في سن صغير، لذلك كنت موفق جدا، فكنت أراجع القرآن الكريم صباحا وأراجع بين المغرب والعشاء، أما الواجبات المدرسية أو الدروس كانت بعد العشاء. النهار اللي ختم أيمن القرآن الكريم يعني نهار ما يتنساش،
بكى وبكينا معاه وخشع وخشعنا معاه، يعني فضل كريم من عند ربي سبحانه وتعالى. أهم ذكرى لازلت أحتفظ بها في رحلتي للقرآن الكريم هي يوم ختمي لكتابه عز وجل، فكان أسعد يوم عندي. الحمد لله، لبسنا تاج الوقار في الدنيا والآخرة إن شاء الله. لم يؤثر علي القرآن الكريم في دراستي وتحصلت على 9.58 المرتبة الرابعة. المقرئ أو الشيخ القريب إلى قلبي هو الشيخ مراد صباطي وياسين الجزائري، لأن لديهما صوت شجي وقوي وتلاوة تخشع لها القلوب. حفظت وليد القرآن لي كان كلاب رمي سبحانه وتعالى، الناس قاعد تحبه، ومام عنده قيمة عند كبار ولا صغار مشايخه، يعني عنده قيمة ما شاء الله. على هذيك اللي حفظنا حفظ القرآن الكريم وكلام ربي هذا ما كاش كيفه. الآن يا الشيخ مراد صباطي هو من يعلمني أحكام التجويد، فأنا أذهب إليه وأعرض عليه القرآن ويراجع للقرآن ويعلمني أحكام التجويد إذا أخطأت في أي حكم. هاني نتمنى مقام بعيد بزاف إن شاء الله يكون أكبر من المشايخ. قدم لي القرآن الكريم إضافات كثيرة، أولا أني الحمد لله من الحافظين لكتابه عز وجل، ثانيا جعل لي مكانة محترمة جدا مع الناس، فهو شرف وعز في الدنيا والآخرة، وهو كتاب مبارك لقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ثالثا سهل لي الدراسة، أصبحت لا أجد صعوبات أبدا، أصبحت لي ذاكرة قوية إضافة إلى سرعة الفهم والحفظ. وإن شاء الله يكون تاج للجزاء الأمة قاعدة إن شاء الله. أنصح من يتابعنا في التلفزيون بعدم الكسل والنية والإخلاص لله، لأن الإنسان ما دام حي يرزق يستطيع حفظ كلام الله حتى ولو بضع صور. طموحاتي في المستقبل القريب أن يوفقني الله عز وجل لأصبح من أفضل القراء. أشكر والدي الكريمين كثيرا، فاللهم اجعل أبي وأمي من الضاحكين المستبشرين بجنتك، الشاربين من حظ نبيك والمحظوظين بشفاعته، وأطلف عمرهما وارزقني برهم. اللهم شعب الجزائر إن شاء الله يكون لهم قدوة قال الأيمن، وإن شاء الله جميع واحد ما يخرج على طريق ربي سبحانه وتعالى، خاطرش هي طريق الصح. أنصح كل مشاهد أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأن رمضان هو شهر التوبة والغفران. إن شاء الله رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وتصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء أم لم تنذرهم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم.